جد اخي شاي جيت هرجتك اينو ودي فينو أراك شافك جيت هلا جا جيت اخي شاي جيت جيت اخي جيت يا اخي العرب 5 ايام واحنا في الصحراء وبغيت تتقادى الصحراء ما كتقاداش يا اخي شاه اي ما اجي عندي كنت لفنا وخرجنا على المغرب مادام كنا باقي في الصحراء اذا باقي في المغرب فعلا احنا متلوفين ولكن الغلط ديالك انت ما ضيعتي الخريطه انا باقي عاقل على الطريق باقي عاقل على الخريطه واه يلا شمن تيجه دابا نمشيو تيجا امشي وايد تبعني ايضا موريتانيا امشي وايد ايضا تيجا ليبيا امشي وايد ايضا تونس صافي صافي امشي وايد اي دا مالي كنشوفك نسيتي شي دولة وهما اللي نساو العشرة احنا ما كنساوش زيد الو دا خاي شايد راه يتاح لينا اللي خصنا نكملو على الطريق فيني يا الطريق فيني يا الطريق انتي ضيعتي الخريطة كيفاش غنجبرو الكنز دابا اذا جبرنا شي واحد هذاك هو الكنز يورينا الطريق ويعطينا الماء نشربو غنقسمو الكرش بالتشاوي تينا تولت وانا تولوتي بالتشاوي زعما نختك كنقسم الورد زيد زيد تنجبرو انا باقي عاقل على الخريطة برافو لو كانوا الناس كاملين عاقلين على الخريطة كيف كانت ما كانش يوقع هاد المشكل ولكن هما ما عاقلينش متلفين وباغيين يتلفونا معاهم زيد اخي شاوي ما شاهد صاحبي كن راجل زيد العربي كن راجل لاتي شي حاجة مدفونة اللي لاتي لا تنحفر انا الاول اوه ضمن الكنز الخلاربي الحمد لله الحمد لله حق ناقشه حاجه واحده اخرى شنو خلار خريط حفار العربي حفار انا اخي شاهد دابا هاد الكنز شحال يكون عنده من قرن اخي شاهد هذا 3 القرون ونص وطالع في الرابع بارك الله اذا شاوي يا خي شاوي اوه خلار مش حنا كنت في اللون حق انا اللي عقشم اللي اتفقنا بالتشاوي صافي يا انا اللي عقشم اريح حاج لينا اريح افتح لاتي افتح هذا ما كيتقسمش يا خلار هذا ديالنا كاملين اخي شاهده ايوا خلاص هذا ديالنا كاملين